السلام عليكم غادي نديرو التتمة ديال الصفحة سبعة بقناة بقينا في ليكزارسيس خمسة إذا هنايا عندنا واحد ناقص واحد على ربعة زائد ثلاثة على ثمانية على واحد زائد خمسة على ستة ناقص واحد على جوج أولا نخدمو هادي بوحدها نعتبرو هذه عملية بوحدها ونخدموها باش نسهلو على الحساب ونخدمو عاوتاني هذه بوحدها وعاد داكشي اللي خرج لينا لو على التاني طيب دونك واحد على واحد ناقص واحد على ربعة زائد تلاتة على ثمانية هذا واحد على واحد على واحد على واحد زائد خمسة على ستة ناقص واحد على ثمانية إذا هنايا خصني نوحد أول حاجة نوحد المقام إذا المقام واحد غادي يكون هو أصغر مضاعف مشترك كاين اللي هو غادي يكون ثمينية. يعني واحد هنايا واحد غادي نضربها في أربعة آه في ثمانية واحد في ثمانية حتى واحد هنا في ثمينية. إذا واحد في 8 هنايا ناقص ربعة غنضربها في جوج باش تعطيني تمنية حتى البسط غنضربو في جوج زائد تلاتة على تمنية على واحد على واحد زائد خمسة على ستة ناقص واحد على جوج غادي نشوف أص أصغر مضاعف مشترك بيناتهم غادي يكون هو ستة يعني واحد غنضربو في ستة حتى البسط غنضربها في ستة جوج غنضربها في تلاتة باش تعطيني ستة واحد في إذا واحد في ثمانية. ثمانية على تمنية ناقص واحد في جوج جوج على تمنية زائد تلاتة على تمنية على عندنا هنايا واحد في ستة اللي هي ستة على ستة زائد خمسة على ستة ناقص جوج في تلاتة ستة على أه باغدون جوج في تلاتة على ستة وواحد في تلاتة تلاتة دونك تلاتة على ستة إذا حنا وحدنا المقام مقام واحد بالنسبة للول هو تمنية كنجي كنحط تمنية هنا وكندير 8 نقص منها جوج اللي هي ستة ستة غنزيد عليها ثلاثة غتعطيني تسعود هي تسعود هنا على عند الخط ديال الكسر عندنا عندهم ميم دينوميناتور هنا غادي نحتفظ به وندير ستة غادي نزيد عليها خمسة اللي هي حداش حداش غنقص منها ثلاثة تعطيني اذا ولات تسعود على 8 مقسومه على 8 على 6 يعني القسمه غتولي ضربه تسعود على 8 مضروبه في 6 على 8 اذا هذه القسمه هذه اللي عندنا الخط التالت غيولي ضرب على 8 في 6 على 8 اذا غادي نديرو تسعود في 6 البسط في البسط والمقام في المقام وغادي نشوفوا واش عندنا يعني واش ممكن انا نختازلو إذا غادي نكتبو تسعود بالنسبة لستة هي تلاتة في جوج على تمنية اللي هي ربعة في جوج في تمنية إذا غادي في باغ دو شنو بقات لينا بقات لينا تسعود في تلاتة تسعود في اللي هي سبعة وعشرين على أربعة في تمنية اللي هي تنين وتلاتين سبعة وعشرين على تنين وتلاتين غادي نشوفو بالنسبة للبي عندنا تلاتة ناقص 2 في ناقص على ربعة على مقسومة على واحد زائد خمسة وعشرين في ناقص واحد على جوج إذا غادي نبداو بالبسط هو هنايا عندنا الأسبقية لمن غنعطيوها هنا للضرب يعني الضرب هو لي غيتحسب اللول شنو غادي نديرو غادي نكتبو تلاتة ناقص موان في الموان بلوس وغادي نديرو جوج في تلاتة هي ستة على أربعة نديرو على نكتبو واحد هنايا عندنا بلوس في الموان غتعطينا موان ونديرو خمسة وعشرين في واحد اللي هي خمسة وعشرين تمنية في جوج سطاش إذا خمسة وعشرين على سطاش دابا هنايا فهاد البسط هذا غادي نوحدو المقام إذا المقام موحد غادي يكون هو 12 إذا هنا عندنا ثلاثة على واحد يعني هنا أربعة غادي نضربوها في ثلاثة نستة في ثلاثة باش تعطينا اثناش نستة في جوج وهنا سبعة في جوج على واحد هنا واحد في في وثلاثة في ثلاثة في ستة على 12 ناقص 7 في 2 14 على 12 زائد 6 3 18 على 12 على دابا غنخدموا هذه هذه راه واحد على 1 يعني خاصنا نضربوا في 16 وهنا في 16 1 في 16 16 على 16 ناقص 25 على 16 هنا كنوحدوا المقام اذا هنا عندهم ميم دينوميناتور وغادي نحتفظ به اللي هو 12 وغادي ندير 36 نقص منها 14 داك الشيء اللي خرج لي غنزيد عليه 18 اللي هي تعطينا 40 ربعين على 12 على نكتب على ندير هذا الكسر هنايا عندي ميم دي من غادي نحتفظ به وندير ستاش ناقص خمسة وعشرين ناقص خمسة وعشرين ناقص سعود إذا ناقص تسعود على ستاش إذا هادي هي ربعين على 12 مقسومة على ناقص تسعود على ستاش هاد القسمة هادي كتولي ضرب لي هي على اتناش مضروبة في سطاش على ناقص تسعود تساوي حدد الإشارة هي الأولى هنا عندي إشارة وحدة اللي هي فيها بها ندير هنايا آه، غادي نديرو في سطاش على اتناش في تسعود إذا أنا نفكوها في, في دول ضرب لي عشرة في ما منساوش الناقص عشرة في 4.

بل سي واحد ناقص واحد على جوج ناقص واحد على واحد ناقص واحد على جوج على واحد زائد واحد على جوز زائد واحد على واحد ناقص واحد على جوج دابا هنايا طويلة بزاف باش غادي نبداو غادي واحد على واحد ناقص واحد على جوج وهاد واحد على واحد ناقص واحد على جوج ولكن هادو غادي نكتبوهم أولا ممكن نمشي في ورقة ديال الواسخ نخدم هادو بوحدهم ونعرف النتيجة ديالهم هي اللولة وعاد نجي نكتبهم بلاصتهم دونك غادي نكتب واحد ناقص واحد على جوج ناقص واحد هنا غنوحد المقام على هنا هذه هي جوج على جوج ناقص واحد على جوج على واحد زائد واحد على جوج زائد غنكتب واحد ونوحد هذه المقام هذه هي جوج على جوج ناقص واحد على جوج جوج على جوج ناقص واحد على جوج اذا هاد جوج على جوج ناقص واحد على جوج عندهم ميم دينومناتور غنحتفظ به وندير جوج ناقص واحد اللي هي واحد هنايا عاوتاني جوج على جوج ناقص واحد على جوج اللي هي اللي هي واحد على جوج اذا غادي نكتب واحد ناقص واحد على جوج ناقص غنكتب واحد وهذه قلنا حسبناها هذه لا حسبناها كامله قلنا غتعطينا هذه غتعطينا واحد على جوج راه هي يا واحد على جوج على واحد زائد واحد على جوج زائد واحد على جوج على جوج ناقص واحد على جوج تا هادي غتعطينا واحد على جوج واحد على جوج واحد على واحد على جوج إذا نكتب واحد ناقص واحد على جوج ناقص دابا هاد واحد على واحد على جوج هي واحد في جوج على واحد لأن القسمة غتولي ضرب هاهي واحد في جوج على واحد على واحد زائد واحد على جوج زائد واحد هاد واحد على جوج راه جوج على واحد هي واحد في جوج على واحد واحد قسمة غتولي ضرب ونقلبو واحد على جوج جوج على واحد تساوي غادي نكتب واحد ناقص واحد على جوج ناقص واحد في جوج على واحد غادي غنحسبها غا ناقص واحد في جوج على واحد هي ناقص جوج على واحد وناقص جوج على واحد راه هي ناقص جوج على واحد زائد واحد على جوج زائد واحد في جوج اللي هي جوج على واحد أي. واحد زائد واحد على جوج زائد جوج دابا دابا سهلت علينا القضية العملية هنا شنو خصنا المقام مقام واحد هو جوج على جوج ناقص واحد على جوج هذه ناقص جوج على واحد يعني هنا نضرب في جوج وفي في, في البسط في وهنا على واحد يعني هنا في جوج وهنا في جوج كذلك هنايا باش يكون المقام موحد هو جوج إذا واحد في جوج على جوج ناقص واحد على جوج ناقص جوج في جوش أربعة على جوج على واحد في جوج جوج على جوج زائد واحد على جوج زائد جوج في جوش أربعة على جوج فوالا حنا وحدنا المقام إذا المقام الموحد هو جوج إذا غادي نديرو جوج ناقص واحد اللي هي هي واحد واحد ناقص أربعة ناقص ثلاثة إذا ناقص ثلاثة على جوج عندنا هنايا المقام موحد هو جوج غادي نديرو جوج زائد واحد اللي هي تلاتة تلاتة زائد أربعة سبعة سبعة على جوج إذا هي ناقص تلاتة على جوج على سبعة على جوج نكتب ناقص تلاتة على جوج مضروبة هاد القسمة ضرب في جوج على سبعة إذا غادي نسامبليفيو بجوج تبقى ناقص تلاتة على سبعة بالنسبه للعمليه دي شويه صعيبه دونك غادي نبداو بهاد 3 زائد 3 على 3 هذه كامله نحسبوها بوحدها ونشوفوا شحال شحال تعطينا 3 زائد 3 زائد 3 على 5 غنوحدوا لها المقام اللي هي باردون على 3 آه زائد 3 تسعة على 3 زائد 3 على 3 اللي تعطينا 12 على 3 اللي هي 4 اذا هذه كامله راه كتساوي لنا 4 اذا غادي نجي نكتب هنايا 3 ناقص هذه كامله غادي نعوضها ب 4 شنو غتبقى لينا غتبقى لينا 3 ناقص 3 على 4 اذا هنا هذا الشيء كامل شنو بقى فيه بقى فيه غير 4 اذا 3 ناقص 3 على 4 هي 3 ناقص ثلاثة على أربعة وهاد ثلاثة ناقص ثلاثة على أربعة غادي نحسبها ثلاثة ناقص ثلاثة على أربعة شنو لنا دونك واحد هو أربعة في ناقص ثلاثة على أربعة اللي هي تسعود على أربعة إذا هذه كاملة هذه كاملة راه تسعود على أربعة إذا تسعود على أربعة ها تسعود على أربعة ضروري نكتبو هاد تلاتة ناقص تلاتة على لكن كنسهل عليكم الحساب هنايا دونك غنكتبو تلاتة ناقص تلاتة على تلاتة ناقص تلاتة قلنا هادي كاملة حسبناها لقينا تسعود على أربعة تساوي غنكتبو تلاتة ناقص على غنكتبو ولكن دابا شنو خصنا نحسبو خصنا نحسبو على تسعود على أربعة اللي هي تلاتة في أربعة على تسعود اللي هي اللي هي غادي تلاتة في أربعة على تلاتة في تلاتة تسعود هي تلاتة في تلاتة غادي نختازلو بتلاتة تبقى أربعة على تلاتة إذا هذه كاملة كتساوي لنا على تلاتة دابا هذه كاملة أربعة على تلاتة إذا نكتبو تلاتة ناقص تلاتة على على هاد تلاتة اللي كاينة هنايا هي هادي راه هي هدي على ناقص هادي كاملة حسبنا شنو قلنا كتعطينا كتعطينا ناقص ربعة على تلاتة أي ناقص ربعة على تلاتة احنا كسبنا تساوي وغادي نكمل تلاتة ناقص 3 على هذه عاوتاني غنخدموها بوحده ثلاثة ناقص 4 على 3 ثلاثة ناقص 4 على 3 على ثلاثة ناقص 4 على ثلاثة اللي ناقص على خمسة على ثلاثة اذا هذه كامله غتساوي خمسة على ثلاثة اذا انا نكتب ناقص ثلاثة على قلنا كامله كتساوي خمسة على ثلاثة إذا ثلاثة ناقص ثلاثة على خمسة على ثلاثة اللي ناقص ثلاثة على خمسة على ثلاثة ثلاثة على خمسة على ثلاثة اللي مضروبة على خمسة اللي هي على خمسة أيه تسعود على تسعود على خمسة إذا ثلاثة ناقص على خمسة هذه كاملة راه تسعود على خمسة 3 ناقص 3 على 5 دابا سهله خصنا نوحدوا المقام يعني ثلاثة غنضربها في خمسة اللي هي 15 على خمسة ناقص 9 على خمسة مقام واحد هو 5 كنحتفظ بنفس المقام اللي هو خمسة وندير 15 ناقص 9 اللي هي ستة ستة على 5

واحد في جوج اذا واحد في جوج جوج على خمسة في جوج عشرة ناقص ثلاثة على عشرة دابا عندهم ميم دينوميناتور اللي هو عشرة غادي نحتفظ به وندير جوج ناقص واحد اللي هي باردون جوج ناقص ثلاثة اللي هي ناقص واحد ناقص واحد على عشرة واحد على جوج زائد ثلاثة على جوج في ودي كاملة خلطنا ناقص واحد على عشرة اذا دابا الاسبقية من للضرب إذن غنكتبو واحد على جوج ناقص ثلاثة في واحد تلاتة على جوج في عشرة عشرين إذا واحد على جوج ناقص تلاتة جوج عشرين. على ناقص عشرين هنا خصنا نوحدو المقام إذا هنا خصني جوج نضربها في عشرة واحد في عشرة واحد في عشرة عشرة على جوج في عشرة عشرين ناقص تلاتة على عشرين إذا عندهم ميم غادي نحتفظ به وغادي ندير عشرة ناقص ثلاثة اللي هي سبعة دونك سبعة على عشرين هذه هي أ دابا غادي نشوفو ب عندنا ناقص خمسة على تمنية زائد ثلاثة على تمنية مقسومة على واحد ناقص تمنية على ثلاثة إذن غنبداو ما بداخل الأقواس إذن غادي نكتبو ناقص خمسة على تمنية زائد تلاتة على تمنية مقسومة المقام اللي هو 3 على تلاتة 3 ناقص تمنية على تلاتة حنا ردينا عندهم ميم اللي هو تلاتة إذا غادي نكتب هنايا تلاتة إذا تلاتة على تلاتة ناقص تمنية على تلاتة ما بداخل الأقواس غادي يساوي لنا ناقص خمسة على تلاتة إذا نكتب ناقص خمسة على تمنية زائد تلاتة على تمنية مقسومة على ناقص خمسة على تلاتة اذا نكتب ناقص خمسة على تمنية زائد تلاتة على تمنية القسمة غتولي ضرب وغادي نضرب في المقلوب ديال ناقص خمسة على تلاتة اللي هي تلاتة على ناقص خمسة اذا هنايا دابا غتولي عندي الاسبقية لمن للضرب اذا نكتب ناقص خمسة على تمنية بلوس في هاد الموا هادا تعطيني موا تخوا تخوا تعطينا نوف ويت فوا اذا نوف على, على 40 ناقص خمسة على تمنية ناقص تسعود على ربعين هنا خصنا نوحدو المقام اذا تمنية غنضربوها في خمسة باش تعطينا ربعين وناقص خمسة في خمسة ناقص خمسة في خمسة اللي هي ناقص خمسة وعشرين على ربعين ناقص تسعود على ربعين عندهم ميم دينوميناتور غادي نحتفظ به وندير ناقص خمسة وعشرين ناقص تسعود اللي هي ناقص ربعة على ربعين تساوي ناقص ربعة اللي هي ناقص سبعتاش في جوج دان نفككوها في جدول الضرب هي ناقص 17 في 2 على 40 اللي هي جوج في 20 وغادي نسامبليفي با 2 غتبقى لنا ناقص 17 على 20 دونك هذه هي ناقص 17 على 20 بالنسبه للسي اول خطوه غدا نقوم بيها أن غادي نقوموا بها هي اننا غادي نحددوا الاشاره هي الاولى اذا هنا عندي موان في موان تعني بلوس يعني غنحيدوها علينا باش ما تعذبناش دونك داك الناتج اللي غيخرج لينا راه موجب اذا غادي ندير البسط في البسط والمقام في المقام اذا ندير 3 في 14 في 33 في 15 في 2 البسط ضربته مع بعدياته على المقام ندير 11 في 31 في 9 في 10 في 3 ها هو كتبته هنايا تساوي إذن انا كتبت 3 14 نخليها كما هي بالنسبه ل 33 هي 11 في 3 دول الضرب ثلاثة وثلاثين هي حداش في ثلاثة حداش في ثلاثة هي خمسة في ثلاثة في جوج على على حداش في واحد وثلاثين سعود في دول هي ثلاثة في ثلاثة بالنسبة لعشرة هي خمسة في جوج في ثلاثة إذن هنا دابا غادي نختازلو إذن لنا ثلاثة مع ثلاثة حداش مع حداش ثلاثة مع ثلاثة خمسة مع خمسة ثلاثة مع ثلاثة وجوج مع جوج إذا شنو بقى هنا بقى لنا أربعة عشر في البسط وش حال في المقام واحد إذا سي راه غتساوي لنا 14 على 31 Vale.